أهلا بكم معنا من جديد. الحرب السورية كشفت حزب الله اللبناني أمنيا، وربما كانت السبب الرئيس في الضربات الموجعة والقاسية التي تلقاها في الأيام القليلة الماضية، بداية بتفجير إسرائيل أجهزة البيجر ثم أجهزة اللاسلكي في اليوم التالي، وفيما بعد استهداف القيادي الكبير في الحزب إبراهيم عقيل، وقبله سبع قيادات من بينهم رئيس أركان الحزب فؤاد شكر. ولفهم الصورة بشكل أوضح، يقول خبراء ومحللون أن الصفة الأبرز التي داوم حزب الله على العمل بها منذ تأسيسه كانت السرية وأسلوب حرب العصابات، وحتى انتهاج عمل الذئاب المنفردة التي لا يمكن استهدافها جميعا. الحزب البعبع كما يوصف، والذي هزم الجيش الذي لا يقهر في حرب يوليو 2006 وفق تعبير كثيرين، اضطر خلال الحرب السورية إلى التحول لشبه جيش نظامي بغية قتال المجموعات المسلحة التي كانت تنتهج حرب العصابات. مثل هذه الحرب قد تكون السبب في الضربات القاسية التي يتلقاها من إسرائيل، بعدما اضطر العديد من قياديه إلى إدارة المعركة على الأرض نتيجة غياب البنى التحتية في سوريا كالأنفاق والمنشآت التي عادة ما يستعملها في جبهة جنوب لبنان. وخلال فترة حرب الحزب في سوريا كانت المسيرات الإسرائيلية والأمريكية ودول أخرى تسرح وتمرح في الأجواء، ترصد وتصور وتجمع قدر ما يمكنها من المعلومات عن عناصر الحزب وعن قيادته العسكرية. الاعتراف بهذه الثغرات جاء على لسان مصادر قريبة من حزب الله، الذين أكدوا بأن غالبية مصائب الحزب اليوم هي بسبب الحرب في سوريا، لافتين إلى أن دوائر الحزب على كل المستويات تناقش الأمر فيما بينها. وبحسب مراقبين، شكلت هذه الفترة محطة مفصلية ليس على مشهد سوريا السياسي والعسكري والإنساني فحسب، بل على صورة حزب الله الذي كان يراه الكثير من السوريين مقاوما بالفعل، لكنهم تفاجأوا بعد اندلاع الصراع في سوريا بانحراف فوهة بندقيته منخرطا في دعم النظام السوري ضد معارضيه. إذن لنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفنا مباشرة من بيروت. نرحب بالسيد محمد شمس الدين الكاتب الصحفي، أهلا بك معنا في المشهد الليلة. إذن أنت بنفسك كتبت عن هذا الموضوع، وهذه القراءة يشترك معك كثيرون فيها إذن، بالقول أن دخول حزب الله إلى سوريا كانت السبب والنقطة التي كشفته أمنيا، لماذا تعتقد ذلك؟ مساء الخير. أهلا وسهلا. حزب الله كما تقدت في المقال في موقع لبنان الكبير يتبع نهج حرب العصابات، يتبع السرية الكاملة لدرجة أن هذه القيادات أهلها لم يعرفوها، لم يروها لفترات طويلة، وبالتالي كان عمله محاطا بالسرية الكافية. أما عندما دخل إلى سوريا فاضطر إلى القتال ميدانيا على الأرض، ومثل ما قلنا أنه لا يوجد منشآت ولا بنى تحتية مثل الموجودة في جنوب لبنان التي يقاتل بها إسرائيل. هذا جزء من المشكلة التي أو هذا جزء من المشكلة التي يتعرض لها حزب الله اليوم، كون أن قياداته بدأت تكشف بسبب وجود المسيرات وأجهزة الرصد، والقوى الغربي كلها كانت موجودة في سوريا أو تراقب الحرب السورية. كانت المسيرات تسلح وتمرح كما قلنا، وبالتالي هذه المسيرات لديها أدوات تصوير، لديها أدوات رصد، تستطيع عبر برامج معينة بالذكاء الاصطناعي أن تحفظ اللجوء، أن تحفظ الصور، وبالتالي كشف العديد من القيادات بسبب هذا، بسبب وجودها على الأرض ميدانيا في سوريا. نعم. ولا ننسى أن أحد كبار قادة حزب الله تم اغتياله في سوريا أيضا، الشهيد مصطفى بدر الدين، وهو أحد كبار والمؤسسين في حزب الله أيضا. نعم. وبالتالي هذا جزء من المشكلة. أما الجزء الآخر من المشكلة هي سهولة الحرب مع الجماعات المسلحة في سوريا مقارنة مع إسرائيل. فالسهولة التي واجهها الحزب نوعا ما حتى مع الخسارات في بعض عناصره، مع الخسائر البشرية، هذا طبيعي في أي حرب، حتى مع الخسائر البشرية كان الحزب فعليا يواجه عدوا سهلا مقارنة بإسرائيل. إسرائيل متفوقة تكنولوجيا، إسرائيل متفوقة بالأسلحة، بالعتاد، بكل المجالات، وتحديدا بالاستخبارات. الاستخبارات الإسرائيلية من الأقوى في العالم، وبالتالي تعتبر الحرب مع الجماعات المسلحة في سوريا مهما كان تسليحها من أي كانت، نعم، كان من دول محيطة أو إقليمية أو دولية،
لا يهم مقارنة بالتفوق التكنولوجي والإلكتروني والاستخباراتي، ليس لديها هذه القدرة. ولكن نعم، عذر على المقاطعة، نعم، بالقول أن دوائر الحزب يعني تنظر في هذا الأمر بنفسها في هذه الأثناء، يعني ما معنى ذلك؟ هل يعني ربما ذلك أن يقود الأمر إلى النأي بالنفس عن ما يحدث في سوريا من هنا فصاعدا مثلا؟ لا لا لا، الموضوع ليس جديدا منذ بداية الحرب. يمكن القول أن الحزب يعرف، وحتى قبل الحرب يعرف حزب الله أن العديد من القياديين قد كشفوا بالحرب السورية. هو فقط يقوله أو يناقش الأمر من جهة أنه نعم نحن مشكلتنا كانت أن الحرب السورية، أما النائي عن النفس في سوريا هذا أمر ليس صحيحا. فالحزب يرى أن يعني الحزب لديه خيارين، البحر وسوريا، وفي الجنوب هناك إسرائيل، وبالتالي أنها الجهة الأكبر التي يأخذ إمداده منها، وطريق معداته وأسلحته وكلها من طريق سوريا، وبالتالي يجب عليه أن يكون متواجدا في الأرض السورية على الأقل إلى حين انتهاء أو الحل الكامل للأزمة السورية اليوم. لا يندم الحزب، إذا بدنا نقولها، لا يندم الحزب على مشاركته في الحرب السورية. هو فقط يقول ما الأسباب التي تؤدي إلى الانكشاف الأمني، ولكنه لا يندم على هذه الحرب. نعم، ولكن فيما يتعلق بما يشار على أنه كان هناك توتر بين الحزب ومقاتليه في سوريا، وهذه كانت من بين أهم الثغرات التي استغلها الجانب الإسرائيلي هنا، كيف نفسر ذلك أيضا؟ هذا الموضوع الإسرائيلي يستغل أي ثغرة، ليس فقط في سوريا بل في لبنان. يعني حتى في لبنان استغل الإسرائيلي الطائفية، استغل الخلافات العشائرية العقائدية، استغل واستطاع أن وليس على حزب الله فقط ولكن على كل حركات المقاومة في لبنان أيضا، استطاع أن يأخذ معلومات، أن يحصل على إرشادات، استطاع أن يرسل مقاومين، وبالتالي الإسرائيلي يستغل أي خلاف مهما كان صغيرا ليحاول الدخول منه لتحقيق أهدافه، وهذا أمر طبيعي. والحديث عن أن ربما حزب الله منذ دخوله إلى سوريا لم يعد له استقلال استخباراتي وأصبح الأمر برمته بيد الحرس الثوري الإيراني، هل تعتقد أنه أثر بطريقة أو بأخرى؟ لا أظن ذلك. الحزب على الأقل كما يقول، لست من حزب الله لكي يقدر، ولكن على الأقل كما نرى أو كما نتحدث مع المسؤولين في حزب الله، بالعكس الحزب لديه بنية استخباراتية خاصة به، وهو أحيانا يقدم هذه البنية إلى الحرس الثوري أو إلى حلفائه في محور المقاومة. وقد يكون أكبر دليل على ذلك هي عندما بدأت الحرب ضد داعش في سوريا، التي كانت قد نقول أنه تحالف دولي ضد داعش، كان الغرب أو الدول التي شاركت في هذا التحالف كانت أحيانا تأخذ المعلومات من حزب الله في موضوع داعش، لأنه لديه أيضا بنية استخباراتية خاصة به. يعني تقول أن حزب الله لا يمكن أن يتخلى عن سوريا هنا، ولكن هناك تساؤل إن كانت إيران يمكن أن تتخلى عن حزب الله في يوم من الأيام. سؤال، هل تعتقد أن حزب الله لديه هذا الهاجس بأن تتخلى إيران عنه في يوم من الأيام؟ لا أظن ذلك أن حزب الله لديه هذا الهاجس، كونه أنه بالمنطق على الأقل القوة الإيرانية اليوم ليست بالتكنولوجيا الأمريكية، ليست بقدرة التكنولوجيا الأمريكية. إيران استطاعت أن تبرز كهذه الدولة قد نقول شبه العظمى في المنطقة أو الدولة الإقليمية التي لها دور في المنطقة عبر الجماعات المسلحة التي أنشأتها في عدة دول في هذه المنطقة، ومن أهمها وأقواها هو حزب الله. وبالتالي لا أظن أن الحزب لديه هاجس أن إيران قد تتخلى عنه يوما ما، قد يكون يوما ما تقول له اهدأ قليلا، هذه الفترة لدينا مفاوضات، لدينا محادثات، ولكن التخلي الكامل مستحيل هذا على الأقل من جهة المنطق. نعم، سؤال أخير وباختصار لو سمحت، فيما يتعلق ربما بالدرس الأهم الذي تعتقد أن حزب الله تعلمه من وجوده في سوريا وتبعاته التي نراها اليوم. لا أظن أن الدرس هو تحديدا من وجوده في سوريا، ولكنه أظن أنه سيغير في طرق التدريب لديه أو طرق الانتشار لديه، كون أن الإنسان بطبيعته عندما يتعود على أمر ما يصبح الأمر روتينا أو سهلا، فيقل احتياطه الأمني.
مثلا كان عند فترة التسعينات وفترة 2006 كان الاحتياط الأمني عند قيادات حزب الله عاليا جدا، وباعتراف الإسرائيلي أنه حاول يستهدف بعض القيادات بشكل بعدة مرات وأخذها إبراهيم عقيل ولم يستطع، وقد دائما كان ينزل. ولهذا السبب قد يكون الحزب سيغير نوعا ما أو الخلل الحاصل بهذه النقطة، أي لن يستهدف أو قياديه مرتاحين أو متعودين على نمط. نعم، نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من بيروت، السيد محمد شمس الدين الكاتب الصحفي اللبناني.